واحد يبقى متهرج في كل جوانب حياته ويقول يا ايها الناس يا انا وانا وانا يا دكتور طفط ما تضلش لا تنهى عن خلق وتاتي مثله حارون عليك اذا لعبت عليه قدام ربنا انا ما بقراش انا بتكلم وراك كلام نحن ما جبناش سيره الدين امام الله ما جبناش سيره الدين احنا بنحاكم الان عفوا لا 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 صحيح ثواني احنا بنحاكم القنوات الدينيه نحن نحاكم المضمون الذي تقدمه هذه القنوات الدينيه يقدم ولا تضليل الحادث في تجارة الدين في فرق كبير بين ان انا احنا مع الفرق بقى التاني واتكلم عن شخص احنا مع التكلم احنا بنحاكم المضمون الذي يقدمه عارفه؟ اه عارف طبعا عارفه كويس عارف الكلام بتاع اجيب داعية عارف من صفات الداعية من صفات الداعية سواء داعية واحد معرفش يربي ولاده لا ربنا ده واحد معرفش ده اللي يطلع يربي الناس ابنه بايظ ده اللي يطلع يربي الناس نقول له ما تصليش الاولى ان يبدو اولاد الصلاه الاولى ان يبدو اولاد لما بنقول يا دكتور صبر انت استاذ المغالطه دي مغالطه هو بيتلاعب ثواني بعدين ما ينفعش الامام اللي بيتكلم عليه الاستاذ عادل لا يصح اطلاقا ولا يحق لمخلوق ان يتكلم عن هذا الشخص ولا عن هذه القصه ليه؟ لان القصه دي عرضت امام القضاء وامام النيابه يعني وانتهى الموضوع لا لا انت دخلتنا لا 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 انت دخلتنا في موضوع فرع يا دكتور على الموضوع هو استخدم الاستاذ عادل استخدم هذا النموذج للتدليل ان بعض هؤلاء يستخدمون يعني بعض هؤلاء عليك يا دكتور على بيقولون عكس ما يؤمنون طب الزحلقه الحاجات لا 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 ربنا وقعت اعتمد على مغالطات برضه انا كنت امامك في الحج ما تقولش لا 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 عملت اللي قال عليه ده ولا ايه؟ اللي عملت اللي قال عليه مرة أخرى نحن احنا بنحكي لا يصح الا صحيح لازم نتكلم الحق لازم نتكلم الحق استاذ ربنا قال للداعيه الاول وان نخل على خلق عظيم القنوات الفضائيه الدينيه والشيوخ الذين يسهرون في القنوات الدينيه فيهم السلبيات فيهم الايجابيات فيهم الغث فيهم السمين مرة فيهم الخير فيهم الشر تمام نحن نحاكم الفكر نحن نحاكم الفكر واعود واسال ثانية لا لا نحن نحاكم الفكر طبعا نحن لا 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 نحن نحاكم الفكر هذا الفكر الذي تبثه هذه القنوات اللي لو اتقفلت ممكن يطلعوا لنا من حتة ثانية هذا الفكر ايه القضية العظيمة اللي قادوا بها ونهضوا بها بالمجتمع هخرج فاصل وارجو ان يكون لدينا اجابة هل نهضوا بالمجتمع علميا هل نهضوا بالمجتمع اخلاقيا هل نهضوا بالمجتمع وجعلوا شأن المرأة افضل هل جعلوا شأن الشباب افضل انا عايز اعرف اذا كانت ربما تعرفون ما لا اعرف يعني ربما في فعلا قضية ربما قاموا وقادوا الجهاد في فلسطين يعني عايزين نعرف هذه القنوات وهذا الفكر محو أمية إيه اللي إيه قدروا محو أمية الشباب عملوا ايه غير فكرة غير قضايا الختان وشربة الصاروخ والشربة الجنسية وكل الكلام ده كله عايزين نشوف قضية اساسية استطاعوا ان ينهضوا بها بهذه الامة فاصل ونعود مرة اخرى لهذا الفاصل الاخير ونسأل السؤال ماذا تقدم هذه القنوات مرة اخرى قد لا يكون الإغلاق هو الحل لأن الحل يجب أن يكون فكر آخر موازي ثقافة أخرى موازية فكر ديني معتدل آخر يستطيع أن يواجه هذا الفكر لأن لو قفلناه من على الساتلايت هيطلع لنا من على الإنترنت هيطلع لنا من على الفيسبوك هيطلع لنا من كل هذه الأشياء سؤالي الذي وجهته للسادة قبل الفاصل إيه هي القضية التي نهضت بهذه الأمة طول العشر سنين اللي صدرت فيها هذه القنوات دكتور صفا قول لي اكيد في قضيه عظمى احنا ما نعرفهاش انا قبل ما اجاوب بس على السؤال انا هقف عند جمله كان الاستاذ هاني قالها ان القناتين الدينيتين المسيحيتين واخدين ترخيص من الدوله كده لا مش قنوات واخده ترخيص من امال ايه امال ازاي طلع ما بيظهروا بس هي ملزمه على النايل سنتر القناتين دول لا اشرح يا استاذ هاني بس ليهم رخصه ولا ما لهمش رخصه في مصر ما فيش قنوات واخده ترخيص من الدوله انما واخده سماح من الجهات المعنيه صاحبه الترخيص ذات الاستثمار وزي اذا نفس القصه القنوات الدينيه الاسلاميه واخده سماح طب نسمع استاذ عادل يمكن عنده معلومات دي تقرير المعلومات قنوات المسيحيه كلها قنوات الملكوت تبص عبر اتلانتيك بيرد قنوات اغابي تبص عبر اتلانتيك بيرد قنوات الكتاب فلسطينيه تبص عبر اتلانتيك بيرد قنوات المعجزه تبص عبر اتلانتيك بيرد من النرويج قناه سي تي في مصريه تبص عبر اتلانتيك بيرد
يعني هي يعني انا عندي سؤال. مفيش انا ما بتكلمش على البث. لا لا يا فندم انا ما بتكلمش على البث. البث هو اللي انا ما بتكلمش على البث. لا بس بس القناة لا لا القناة ما بتاخدش ترخيص. سي تي في واغابي في قنوات تملكها شركة مش كده؟ ما بتاخدش ترخيص من الدولة يا فندم. دي قناة منفصلة. دي قناة الدولة. الدولة اذا وافقت على الشركة. انما اجي لك على النايل سات. انما هي ملتزمه بالتعليم. يعني هذه القنوات الانجيل والكنيسه وملهاش ان تخرج هذه القنوات الدينيه الانجيل والكنيسه. هذه القنوات الدينيه المسيحيه هي قنوات غير مصريه؟ لا مش مصريه صرف. انما هل تتبع الدولة المصرية ولا لا تتبع الدولة المصرية؟ لا تتبع الدولة المصرية. لا تتبع الدولة المصرية. وليس للحكومة المصرية سلطة عليها. زيها زي أي قناة كتيرة بتتم على قنوات. أنا بتكلم طالما أن البابا بيظهر في هذه القنوات الاثنين تحديدا فلا يمكن أن يكون هناك تجاوز غير أخلاقي أو تعدي. أنا بتكلمش في الناحية القانونية يا دكتور. الناحية القانونية أنا مش راجل قانون. أنا لا لا الأستاذ عادل يرد. أنا هناك شركة مصرية وفق على أن تكون تبث لها للأقمار الصناعية يعني تعمل برامج قناة فضائية بيجري البث عبر النايل سات. إذا كتير من القنوات حتى زي الأوربت وغيرها وفي قنوات كتيرة جدا بيجري اللينك عبر قناة حتى قناة أزهري بيجري اللينك عبر البحرين ويجري وأحيانا قنوات كثيرة من حتى قنوات اللي احنا بنتكلم فيها دي بيجري عبر نور سات. يعني ايه القمر الصناعي اللي بتملكه الدولة هو اللي بيحدد جنسية البث هو اللي بيحدد جنسية القناة. اعود واسأل مرة اخرى القضية اللي حضرتك شايف اننا يعني اغفلنا ذكرها. احنا قلنا القضايا اللي يعني يمكن تافهة يمكن مش هو ده جل ما قدمته هذه القنوات واننا اغفلنا بعدم حياد قضايا مهمة تكون موجودة على القنوات دي. يعني قول لي قضية نهضت بشباب نهضت بأمة. طيب انا يعني ده سؤال لكن جوابه هيكون بسؤال تاني. لا بقى انا عايز حضرتك تسأل. عايز حضرتك حضرتك جاوب. حضرتك جيبيلي قضية تبناها التلفزيون المصري. لا انا ممكن اقول نهضت بالأمة. لا 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 انا نهضت بشباب الأمة. لا لا انا ممكن اقول لك الاستاذ عادل حمودة. انا ممكن اقول لك على برنامج انا ما معلش بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك التلفزيون الاستاذ عادل حمودة قال في الختام بتاع الكلام محت الأمية. طب هل تلفزيون مصري محى الأمية؟ انا اكلمك انا سؤالي احنا بنهاجم هذه القنوات او بنهاجم الفكر اللي بتقدمه هذه القنوات. ما تردليش السؤال بسؤال. انا اقدر اقول لك حضرتك القضايا اللي تبناها برنامجي واللي عملت وانا اقول لحضرتك القضايا وانا اقول لحضرتك القضايا اللي انا تبنيتها وجزء من القنوات التعليميه اقول لحضرتك اللي انا تبنيتها في برامجي في هذه الفضائيات. لا انا ما بتكلمش على برامج حضرتك. ما انت حضرتك بتتكلمي على برنامج حضرتك بتتكلمي على برنامج. طيب في برامج حضرتك انا تناولت قضيه الوحده الوطنيه. دي قضيه من القضايا الهامه. لا مش مره واحداث احداث ناجي حمادي. هتكلم حضرتك. طيب ما انا هقول لحضرتك مره واحده بس انت تناولتها لان احداث ناجي حمادي مصر كلها يا استاذ وكل الاقلام كانت ضدها. يا استاذ هاني انا تناولت في اكتر من 15 حلقه تاريخ المسيحية في مصر ووجود وحق هؤلاء الناس ان يكون لهم حق في هذا الوقت. لكنك قلة وانت هؤلاء اكتر من 30 ساعة. يا دكتور ما انت مش دي قضية. يا دكتور صفوة انت مش بس لكل القنوات. ما هي الاستاذة لميس تتكلم على الاستاذة لميس دكتور صفوة بيدافع عن القنوات. تتكلم على بيدافع عن القنوات دلوقتي جربت من نفسك قناة. موضوع لا موضوع شيخ الازهر. انت كنت معايا في قناة ثقافية في التلفزيون المصري بتقدم ثقافة للمجتمع وقلنا كلام فيه شيء من التربية والتوجيه للشباب في هذا المجتمع. كنت معايا في هذا هو ده المطلوب يا حضرتك. هو ده أقول زي موضوع هو ده المطلوب يا موضوع زي موضوع النقاب وشيخ الأزهر. موضوع زي موضوع النقاب وشيخ الأزهر. قناة زي قناة الناس هذه القناة أكثر من 10 مشايخ تبنوا في برامجهم في الأسبوع كله الدفاع عن شيخ الأزهر مش أنا لوحدي. ده انت ما بتطلعش المنتقبات عندك. انا قلت وانا واحد من الناس بس كانوا بيدافعوا. اولا كانوا اللي بيدافعوا ضد مين؟ من هذه القناه برضو احنا بنتكلم ضد رأي ايضا. لا من هذه القناه ايضا ضد رأي ايضا. انا زي ما في على هذه القناه اللي قالوا كانوا من القناه دي ايضا بيقول ان النقاب فرض. في على هذه القناه واحد بيقول النقاب سنه وواحد تاني بيقول لا النقاب مش حاجه خالص. نقاب عاده. في موجود حضرتك قناة زي قناة الناس. أنا بس عايز أسألك يوم 6 أكتوبر و5 أكتوبر
6 اكتوبر و7 اكتوبر دي مناسبات. وبعدين ايه حضرتك دي قناة انت حضرتك انت بتتناول قضيه من قضايا الوقت. لا يجوز لو لخصنا لو لخصنا كل القنوات في حضرتك فاحنا مع القنوات دي. لا يا عم لو انا اقل واحد موجود. لا انا اقل واحد موجود. انت عارف كويس جدا انه في غش كثير جدا وان في تحريض كثير جدا وفي سوء استعمال للامر كثير جدا وتغييب للعقل وتغييب للعقل كلام عن الجس وكلام عن الخرافات وكلام. حتى لو كانت هناك امور لا نستطيع ان نحسمها فلا يجوز ان تطرح على العامه في شيء كثير يا مولانا امور ما من يتلقى الأحلام. هذه القنوات الأحلام. من يتلقى الاحلام. طب اه موضوع تفسير الاحلام احلام. انا واحد من الناس كشيخ وكعالم بقول ان ما فيش حاجه اسمه علم تفسير الاحلام. في 15 بيقولوا ان في تفسير احلام وبياخدوا فلوس بالتليفون على ده. برنامج لتفسير الاحلام موجود فين؟ على قناه مصريه ما هياش قناه دينيه خالص. مش على التلفزيون المصري. في قناه وجه لها انذار بسبب اللي انت بتقول عليه. قناه المحور بتقدم برنامج ديني برنامج احلام. اكبر نسبه مشاهده على برنامج احلام في العالم على قناه الاحلام بتاع على برنامج الاحلام بتاع المحور. لماذا لم توجه للمحور انذار؟ ما جراش حاجه معاك حق. يبقى الطب البديل بعد اذن حضرتك. الطب البديل والاعشاب. لا يوجد قناه من القنوات الفضائيه اوسكار دراما وميلودي دراما ومش عارف ايه وكل القنوات ديت الا وعليها اعلانات اللي بتيجي في قناه الناس بتاعه الاعشاب والطب البديل وبنفس الاشخاص وبنفس الاسماء. بس انا عايز لماذا لم يوجه لها انذار؟ قول لي بقى يا دكتور ليه؟ قول لي بس يا دكتور مين اللي عمل شعار نقودك الى الجنه ده؟ عايزين بس ده الشاشه تاخذك عايزين تروح ازاي؟ شعار جميل قوي. ايوه ما بقولش حاجه ازاي اروح الجنه يعني الشاشه دي عبر طريق الى طريق الى الجنه. انك تقعد تتفرج على على البرامج دي جنه الدنيا ولا جنه الاخره يا دكتور؟ تابعوا كتاب الله والسنه. يا دكتور ما احنا قلنا حاجه دكتور جنه الدنيا ولا جنه الاخره؟ تابعوا كتاب الله. انا بسال جنه الدنيا ولا جنه الاخره؟ لو الراجل قال كلام يبقى جنة الدنيا، قالوا كلام يبقى جنة الدنيا. ما اعرفش انا يبقى لازم فتح على الدنيا تماما من خلال حضرتك يا استاذ علاء. عشان بس انا بس عايز استاذ عادل انا عايز اقول وانت حضرتك راجل من اصحاب الراي. قضيه زي قضيه الطب البديل والاعشاب هل احنا كاعلام اوصياء على الشعب المصري؟ لا اطلاق. هنا بقى لا انا لا انا بجاوب اهو لا انا اقف هنا يا استاذ العميس انا بجاوب اهو يا لا انا منبه له في الخرافه منبه له في ضد العلم بعد اذن منبه له في الجهل اذا انا مش واصي عليه انا منبه له مهمتنا كاعلام ان ننبه بس مظبوط طيب وان انا لا اشيع الخرافه لا اشيع الخرافه يا استاذ العميس في جهات حكوميه مسؤوله عن هذه الامور ومسؤول عن محاسبه. ايوه ما يتحرك بعد اذن حضرتك. أيوة بعد اذن حضرتك بعد رفع ما نقابه الاطباء يا دكتور اعترض عادل نقابه الاطباء قضائيا لا صفه لها في أيوة هذا الامر. ايوه بعد الناس انا عايز افهم مالك مش عايز مين. هقول لحضرتك هقول لحضرتك انا عاوز مين. انا معايا هنا في قضيه قدام القضاء الاداري بالموضوع ده. حضرتك اشاعه الخرافه هنا خطا مريع. استاذه لميس انا كمواطن مصري وحضرتك كإعلامية من حق حضرتك ان انت ما تشوفي موضوع زي ده تنبهي عليه. في جهة عندنا في مصر اسمها الادارة العامة لتسجيل الادوية في ادارة شؤون الصيدلة في وزارة الصحة. دي هذه هي الجهة التي تمنح وتمنع هذه التراخيص. يعني لما يطلع برنامج يتكلم ان على شوربة الصاروخ انت عايز الادارة دي يعني عايز ايه؟ ايوه طبعا انا عاوز هي اتحركت بالفعل. يعني انا عندي جواب من وزير الصحة موجه لوزير الاعلام بيقول له ان هذه المحطات بتشيع الخرافة وكذا وكذا. حضرتك انا معايا الجواب. انا عندي جواب من وزارة الصحة. انا عندي جواب من وزارة الصحة موجه لقناة من القنوات ان الدواء الفلاني بدون ترخيص. جبنا الراجل الناس بتوع القناه جابوا الراجل اللي بسحب الدواء وقالوا له فين الترخيص بتاعك؟ قال لهم اتفضلوا ادي الترخيص. القناه عملت ايه؟ انت بتتكلم على دواء يعني مش القناه عملت ايه؟ ثبتت الترخيص ده وبعتته لوزاره الصحه. تمام أيوة. تمام انتوا كوزاره الصحه حاسبوا هذا الرجل صاحب الترخيص. طيب خلينا بس نقول لك يعني كلمات اخيره بس علشان خلينا نقول لك بعض الاسامي الشائعه في القضيه دي. عندنا واحد اسمه الاستاذ محمد البديوي ده متخرج من التربيه الرياضيه ده شوربه الصاروخ ده صاحب العلاج بالشوربه وشوربه الصاروخ للتخسيس. وبعدين في عندنا يا ستي واحد الاستاذ عادل عبد العال ده علاج طبيعي. انا اقف عند عادل عبد العال ده بعدين يا عندنا الاقساط عند عادل عبد العال صدفيه. لا عايزين احنا عايزين نزاهه دلوقتي. وبعدين الاستاذه ولاء ولا ما اعرفش ابو الحجاج دي حرم محمد بديو دي متخصصه في عمليات تجميل على الهواء وشفط على الهواء هناخد منها جزء ونقطع.
وسعيد سعد خميس حسنين ده صيدلي ده مشرف على القناه. طيب. وعندنا العلاج بالحجامه. بعد اذنك يا استاذ عادل احنا هنذيع جزء في ختام هذا البرنامج. انا بس هذيع جزء من ده كان موجود. بس الناس دول ما حكمتهمش ليه يا جماعه؟ ثواني احنا بنحكمهم اهو. لا احنا ما بنحكمهمش. اه بنحكمهم. خلينا نذيع هذا الجزء. مش جهه المحكمه انت تقفل القناه. ثواني يا دكتور. نقابه الاطباء. هنسمع هذا الجزء يا استاذ عادل ثم اعود لاختم هذا البرنامج. اتفضل. احد الحاجات اللي بتساعد في التخلص من سموم الجسد وبالتالي الناس